مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يوم جديد ورساله جديده من تونس الخضراء وبالاخص من مدينه الحمامات اللي بتستقبل البطوله الافريقيه لكره اليد رجال رقم 39. لو بنتكلم سريعا طبعا على اجواء الفريق، الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي، يمكن في هذه اللحظات الكابتن عاصم حماد بيجري التدريب على صاله الحمامات اللي هتستقبل مباراه الاهلي والحمامات، وهي الاهم والاقوى. زي ما احنا عارفين الاهلي عنده مجموعه يمكن شبه متوسطه، لكن اهم مباراه هي الاهلي والحمامات. مباراه فانز او مباراه هرتاج هتكون مستواها متوسط، ففي تركيز كبير جدا من كابتن عاصم حماد على هذه المباراه. استطاع النادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين ان يفوز في المباراه الاولى، الاهلي المصري وهرتاج الكونغولي، وكان من المفترض ان تكون اليوم مباراه الاهلي المصري وفانز الكاميروني، لكن يمكن اللجنه المنظمه للبطوله اجلت كل المباريات الخاصه باليوم. النهارده كان يوم راحه لكافه الفرق المشاركه، وكمان كان النادي الاهلي زي ما قلنا كان المفروض ان يكون في مباراه النهارده هتكون غدا في الساعه 4 عصرا بتوقيت تونس، 5 عصرا بتوقيت مصر، الاهلي المصري وفانز الكاميروني. يليها مباراه الاهلي والحمامات زي ما قلنا طبعا هتكون على صاله الحمامات، مباراه الاهلي وفانز هتكون على صاله نابل. كابتن عاصم حماد في الفتره الماضيه بيحاول ان هو يشرك اللاعبين محاضرات فيديو مستمره، كان في طبعا مباراه الحمامات طبعا الماضيه استطاع الكابتن عاصم حماد ان هو ياخد منها طبعا بعض مقاطع الفيديو لرؤيه نقاط القوه والضعف في فريق الحمامات. وزي ما احنا عارفين كمان ان الكابتن عاصم حماد كان متولي القياده الفنيه لهذا النادي، فيمكن ما فيش امور تخفي على الكابتن عاصم سواء في اللاعبين المتواجدين او اللاعبين الوافدين على نادي الحمامات. كل التوفيق للكابتن عاصم حماد لاعبي النادي الاهلي في مباراه الغد، الاهلي المصري وفانز الكاميروني، وتكون نقاط المباراه هي الثانيه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على لقب الدوري، لقب بطوله دوري ابطال افريقيا. كده تكون انتهت رسالتنا اليوم عقب انتهاء مران فريق النادي الاهلي. غدا الاهلي وفانز الكاميروني في ثاني مباريات البطوله. كل التوفيق لكابتن عاصم حماد رجال كره اليد للنادي الاهلي لمواصله الحفاظ على لقب بطوله الانديه ابطال الدوري.